إقليم وزان من الأقاليم المتواجدة بمقدمة جبال الريف يتموضع في منطقة ذات تضاريس تتراوح بين التلال الوعرة التابعة لسلسلة جبال الريف وسهل الغرب على جنوب وادي لوكوس. تمتد حدوده إلى عمالة إقليم شفشاون شمالاً وإقليم تونات شرقاً وإقليم العرائش من الشمال الغربي وإقليم القنيطرة غرباً وسيدي قاسم جنوباً، ويعتبر من الأقاليم التي استفادت من مخطط المغرب الأخضر بالإضافة إلى عملية التحفيظ الجماعي. في هذه الحلقة سنرافق فريقاً تابعاً للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والذي يشرف على عملية التحفيظ الجماعي بجماعة أسجن التابعة للإقليم للتعرف على أهم خصائصها ومميزاتها، كما سنتطرق لبعض الإحصائيات الخاصة بالتحفيظ الجماعي بالإضافة إلى مزاياه بالنسبة لمخطط المغرب الأخضر. عملية التحفيظ الجماعي من أجل يعني إعطاء فكرة على هذه العملية، أعتقد يجب أن ننظر إليها من زاويتين، من حيث الإجراءات كمسطرة التحفيظ الجماعي، ومن حيث الأهمية أو الغاية من وراء نشر سياسة التحفيظ الجماعي، وهذا هو المبتغى. فإذا نظرنا إلى عملية التحفيظ الجماعي من حيث الإجراءات، يمكن القول بأن هي مجموعة من الإجراءات القانونية والأشغال الهندسية التقنية الرامية إلى جعل جميع العقارات المتواجدة داخل منطقة معينة تسمى بمنطقة التحفيظ الجماعي خاضعة لنظام التحفيظ العقاري. هذه العقارات يتم إعداد رسوم عقارية لها، يعني بعد سلوك مع مجموعة من العمليات، يعني تنطلق بنشر قرار السيد وزير الفلاحة في الجريدة الرسمية الذي يعتبر بمثابة يعني الإذن في انطلاق أشغال المشروع. الدولة وعبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تنهج استراتيجية التحفيظ الجماعي لضبط العقارات والرفع من قيمتها وجعل رسوم عقارية خاصة بها من حيث الحدود عبر عمليات التحديد. رافقنا فريقا يقوم بعملية التحفيظ الجماعي عبر أخذ القياسات وبحضور الملاك والمجاورين لغرس الأنصاب. استراتيجية وطنية أو سياسة وطنية نهجتها الدولة في شخص إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك من أجل الرفع من القيمة الاقتصادية والاجتماعية والائتمانية لجميع العقارات المتواجدة داخل منطقة التحفيظ الجماعي، على اعتبار أن العقارات المحفظة كما تعلمون يعني لها يعني رسم عقاري خاص بها يعتبر بمثابة الهوية التي الهوية يعني هذه العقارات، يعني بمثابة ضابط لها سواء من حيث حدودها، بحيث أن الحدود يعني بعد إجراء عملية تحديد يتم ضبطها بشكل دقيق، ثم كذلك من حيث مشتملات هذه العقارات يعني ونوعيتها، هل هي أرض فلاحية، هل هي أرض يعني بها أشجار، ثم كذلك من حيث يعني الارتفاقات والتحملات التي تثقل هذا العقار، وكذلك من ناحية ومن حيث المساحة، على اعتبار أن المساحة يعني بعد إجراء رسم العقاري تكون مضبوطة نتيجة يعني عملية تحديد، بخلاف العقارات غير محفظة التي تكون مساحتها يعني تقريبية أو غير مضبوطة، بالرغم من يعني ذكر هذه المساحة في عقود يعني في العقود الملكيات أو عقود يعني الأشرية التي يتوفر عليها الملك. احنا بصدد إجراء عملية البحث الجزئي للقطع الأرضية لفائدة المستفيدين من عملية التحفيظ الجماعي، حيث تتم هذه العملية بحضور الملاك والمجاورين، يتم من خلالها غرس الأنصاب في كل زاوية من القطع الأرضية كما قلت بحضور الملاك وبتوجيهاتهم وبحضور المجاورين، حيث يتم غرس أنصاب التحفيظ العقاري في كل زاوية، ويتم من خلالها كذلك ترقيمها وأخذ أرقام القطع الأرضية وتحديد مدى النوع الحقوق العينية ومداها في عين المكان كما قلت بحضور الجميع، وتمكن هذه العملية من ضبط حدود ومشتملات العقار والحد من النزاعات حول الحدود. عملية التحفيظ كانت تتم عبر مراحل قبل أن يتم نهج سياسة التحفيظ الجماعي من طرف الدولة،
والتي تهدف من خلالها إلى تغطية جماعات بأكملها ليستفيد منها جميع سكان المنطقة، خاصة الممارسون للأنشطة الفلاحية. تم نهج ما يسمى حاليا يعني بالسياسة الجماعي قطاعيا، أي أن كنا يعني نقوم بإنجاز قطاع معين داخل الجماعة معينة أو بعد ذلك قطاع آخر دون يعني محاولة تغطية الجماعة ككل. هذه العملية كانت لها بعد أعطت نتائج إيجابية، ولكن في نفس الوقت كانت يعني لها بعض الأمور التي تجعل بعض الملاك يعني عقارات داخل نفس الجماعة يتوفرون على عقارات محفظة، ملاك آخرون لا يتوفرون على عقارات محفظة. الأمر الذي دفع يعني بإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعد سنة 2008 انطلاقا من سنة 2008 إلى نهج يعني سياسة أخرى مخالفة، وهو محاولة أو تغطية جماعة ترابية بكاملها، وأصبح بالتالي أن النفوذ الترابي للجماعة التي وقع عليها الاختيار لتكون مشروع للتمثيل الجماعي مغطى بهذه العملية، وأن جميع سكانها الذين يتوفرون على عقارات متواجدة داخل هذه القرى وداخل هذه المنطقة، يعني أصبح منها سياسة منطقة، يستفيدون من عملية التمثيل الجماعي. التمثيل الجماعي له أهمية قصوى من الناحية الاجتماعية، حيث أنه يمكن من ضبط الحدود وضبط مشتملات العقارات، ويحد من النزاعات بين الملاك، ويزرع نوعا من الطمأنينة ما بين الجوار. من الناحية الاقتصادية، الرسم العقاري هو الوسيلة التي تمكن الحصول على القروض بطريقة سهلة وسلسة. يتميز التحفيظ الجماعي بعدة مزايا، إذ تتم الاستفادة منه بالمجان وبدون دفع أي رسوم. سكان جماعة أسجن وكمختلف الجماعات التي استفادت من العملية ثمنوا كثيراً المبادرة، وعبروا عن ارتياحهم نظراً لتصفية هذه العقارات من كل النزاعات التي قد تشوبها، باعتبارها ترفع من قيمة الأرض وتسهل عملية الاقتراض من الأبناك لدعم الأنشطة الفلاحية. للتحفيظ الجماعي عدة مزايا مقارنة مع باقي مساطر التحفيظ الأخرى. أولى هذه المزايا وهي متعارف عليها ما يسمى بالمجانية، مبدأ المجانية، أي أن جميع العقارات المتواجدة داخل منطقة التحفيظ الجماعي يتم تحفيظها بشكل مجاني، بخلاف يعني مسار التحفيظ العادي أن المالك لعقار معين إذا ما أراد تحفيظ العقار فعليه أن ينتقل إلى مساحة المحافظة العقارية وأن يقوم بأداء يعني رسوم التحفيظ بعد تأشير على مطالبه بالقبول من طرف المحافظ. استفدنا مزيان، ما خلصنا حتى حاجة، أي واحد استفد ماشي احنا استفدنا، ما الحد ما تنينا من الحد من المشاكل، كان عندنا مشاكل اللي عارف الحدود وكذا، وهذه دابا الحمد لله تهنينا من المشاكل، ما بقى لنا مشاكل، كل واحد داش للحد ديالو معروف. داري شحال هذه كان المشاكل، كاين المشاكل تجي من الحد هاف، هو يجي يعمل لك الحد هاف، دابا الدوله الحمد لله هنتنا من المشاكل، الزرع الحمص اللوبيه كل شيء نعدلو الحمد لله، الزيتون غرسنا بلادنا كامل الحمد لله، اللهم لك الحمد. استفدنا الحمد لله من التحفيظ الجماعي، والتحفيظ الجماعي له اهميه قصوى. اولا يعني الأراضي أو ما يسمى بالعقار كان موروثاً أباً عن جد وليس له أي وثيقة، الحمد لله التحفيظ الجماعي جاء وأطر لنا، أي فلاح الحمد لله ولا يملك وثيقته على أرضه. ثانياً الخلافات والنزاعات اللي كانت بين العقارين وبين الفلاحة يعني انتهى بالتحفيظ الجماعي، يعني كانت خلافات ونزاعات الحمد لله دابا انتهت، والتحفيظ الجماعي ارفع من القيمة ديال الارض ديال العقار، يعني الارض كانت لا تساوي شيئا ولكن الحمد لله اليوم ارفع من القيمة ديالها. وثالث حاجة ان الانسان الا بغى يستفد مثلا بغى يقترض كيمشي من المحافظة كيجيب الرقم ديال العقار ديالو او يسمى بالوثيقه ديال العقار ديالو كيتقدم بها الى البنك. ما بقات مشاكل عندنا،
تهنينا لحنا ولا ولادنا، ولادنا ولادنا ما يتغوتوا مع حد، وحنا ما نديو لحد، والناس ما يدينا حتى واحد ديالنا، وكل شيء بأمان عند الدولة. وخا الدين عاد كيلقي دينو اليوم، البلاد محطوطة بحال بحدا ما كاينش اليوم فيها. إذا ما جيش لنا المشا ما كاينش اللي يقرب عندها، لأن مزيرة ما خلصنا شي حتى ريال مرة، ما خلصنا شي لا في الليل ولا في النهار، كل شيء مفابور. عملية التحفيظ تساهم أيضا في إنجاز رسوم التملك بعين المكان في مرحلة البحث القانوني، إذ استفادت حوالي 268 جماعة قروية بعد سنة 2008. فجماعة أسجن كنموذج هنا بلغ عدد مطالب التحفيظ المدرجة بها 5713، فيما تم إنجاز 5017 رسما عقاريا مقابل إلغاء 477 مطلبا. الميزة الثانية وهي يعني تأسيس الرسوم ومساعدة يعني الملاك القرويين الذين يستفيدون من هذه العملية من إنجاز رسوم التملك بعين المكان خلال مرحلة البحث القانوني، على اعتبار كما نعلم بأن جميع تقريبا الملاك القرويين يعني في الغالب يعني ورثوا هذه أراضيهم يعني عن أبائهم دون أن يكون لهم يعني بعض وثائق التي تثبت يعني هذه الملكية. ولذلك من أجل يعني إنجاح برامج التحفيظ الجماعي فتم نهج سياسة يعني إنجاز ما يسمى بشهادة الملك بعين المكان خلال فترة البحث القانوني. يكفي يعني للمالك أن يستحضر 12 شاهدا غالبا يكونون من نفس المنطقة من أجل يشهدون يعني بعلاقة يعني المالك بأرضهم، وهذه يعني بالنسبة بخلاف مصر العادية، فأن المالك إذا ما أمر العقار إذا ما أراد أن يقوم بتحفيظ عقاره فلا بد أن ينتقل إلى المركب العقاري التابع له يعني ترابي نفوذه ترابي العقار المراد تحفيظه يعني أن يدعم مسحوبا بالوثائق التي تدعم مطلب تحفيظه. الميزة الثالثة وهي ميزة يعني الجماعية، أي أن خلال مسار التحفيظ الجماعي يتم يعني تحفيظ مجموعة من العقارات المتواجدة داخل منطقة التحفيظ الجماعي يعني مع اتباع يعني إجراءات ديال التحفيظ بشكل يعني في آن واحد تقريبا، بخلاف المسطرة المنصوص عليها في إطار التحفيظ العقاري فهي تعتمد على الفردية وعلى الاختيارية. عملية التحفيظ الجماعي الحمد لله يعني تقريبا جميع الأقاليم المغربية قد استفادت من هذه العملية، بحيث بلغت عدد القطاعات حوالي 373 قطاع، وقبل سنة 2008 بعد سنة 2008 بلغت استفادت حوالي 268 جماعة قروية من عملية التحفيظ الجماعي، وهذا هو رقم مهم جدا. تمت تغطية جزء كبير من جماعة أسجن بعملية التحفيظ الجماعي عبر مرحلتين أساسيتين، هما المرحلة ديال القطاع الأول اللي هو أسجن واحد سنة 2006 وقطاع أسجن جوج في 2008، حيث تم تحفيظ ما مجموعه 2600 هكتار، تمكننا من خلاله بإحداث ما يقارب 6000 رسم عقاري، وتمت استفادة جميع الأسر المتواجدة في هذين القطاعين. وقد استفادت منطقة الشمال كذلك بدورها من سياسة يعني التحفيظ الجماعي، حيث استفادت مختلف الأقاليم سواء إقليم عرائش، إقليم فحص أنجرة، إقليم تطوان، إقليم الشاون، إقليم وزان، وكذلك بإقليم الحسيمة، حيث بلغت عدد الجماعات 42 جماعة قروية استفادت من عملية التحفيظ الجماعي. يعتبر التحفيظ الجماعي آلية من آليات مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه سنة 2008، مخطط استطاع خلال السنوات الماضية أن يجعل الفلاحة من أولويات القطاعات الاستراتيجية الوطنية التي عملت على تحديث وعصرنة الفلاحة وتعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي والحد من تأثير التغيرات المناخية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمين المنتجات المحلية وخلق فرص الشغل. غاية من مسار التحفيظ الجماعي هي غاية اقتصادية تستهدف أولا الأرض يعني المملوكة لملاكها يعني بغية إعطائها يعني قيمة اقتصادية
بغيتها يعني إدماجها في الدورة الاقتصادية، وبغيتها تمكين الفلاح يعني من آلية أساسية وهي الرسم العقاري الذي يعتبر كضمانة. بالنسبة لعلاقة التحالف الجماعي بمخطط المغرب الأخضر، فيمكن اعتبار كلاهما يعني يتقاطعان في نفس الأهداف، على اعتبار أنه إذا كان مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال بداية 2008 يهدف إلى دعم القطاع الفلاحي ومن خلاله دعم الفلاح عن طريق يعني في يعني بدعم القطاع الفلاحي بشقيه يعني الفلاحة يعني الصناعية والفلاحة التضامنية. فيمكن القول بأن كذلك القطاع عملية التحالف الجماعي هي بدورها تهدف إلى نفس الغاية، وهو يعني جعل عقارات القروية عقارات محفظة ذات قيمة اقتصادية، ذات قيمة اجتماعية، ذات قيمة ائتمانية أيضا، وتمكين الفلاح من الرسم العقاري الذي يعتبر بمثابة آلية كما قلت أساسية من أجل العمل على بالنسبة له من أجل يعني الحصول على بعض القروض، من أجل يعني تيسير التصرفات العقارية التي يمكن أن تردها على العقار المحفظ، وذلك قصد العمل على تطوير فلاحته. وإذا شئنا أن نقول بأن التحالف الجماعي يمكن اعتبارها آلية دعم بالنسبة لقطاع لمخطط المغرب الأخضر. الرسم العقاري هو الوثيقة التي تمكن من إثبات العلاقة المباشرة ما بين المالك والأرض التي تحتوي المشروع، حيث أن الرسم العقاري الإدلاء بشواهد الملكية والتصاميم العقارية في ملفات الدعم هي التي تثبت العلاقة المباشرة ما بين الفلاح والأرض التي ستحتوي المشروع. يعني الرسم العقاري يسهل الولوج إلى الدعم في الميدان الفلاحي، سواء بناء الإسطبلات مثلا أو إنتاج نباتي أو إنتاج الحيواني أو مشاريع يعني المكنن الفلاحية. بالنسبة للفلاح يعني الرسم العقاري هو الذي كما قلت يثبت علاقته المباشرة مع الأرض التي تحتوي المشروع. انتقلنا إلى إحدى معاصر الزيتون العصرية المتواجدة بجماعة أسجن بإقليم وزان، والتي استفاد مالكها من الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر لإنشائها، كما أن هذا العقار استفاد أيضا من عملية التحفيظ الجماعي، مشروع ناجح يستقبل عشرات الأطنان من الزيتون يوميا ويشغل يدا عاملة مهمة. العصارة استفدنا في المشروع في إطار المخطط الأخضر دعمات ثانية، يعني كنقولوا التحفيظ على الأقل يعني كيكون كل واحد ما كتبقاش ديك المشاكل، يعني كل واحد بالقطعة ديالو، كل واحد بسميت عليه منومرة، على حتى الفلاح ملي يمشي عند واحد المؤسسة بنكية على أساس أنه باغي عنده واحد النوع ديال واحد المشروع وبغى التمويل ديالو، كيكون كتكون المؤسسة مأمنة وفي نفس الوقت الفلاح حتى هو كيكون مأمن. وهذا زعما كنتمنى والله ان الدوله تمشي في الاتجاه على اساس ان ديال المحافظه ديال الارض الفلاحيه والمؤسسات البنكيه، راه صعيب باش تعطي امكانيات ديال الفلوس في واحد المنطقه وواحد النوع ديال واحد المشروع بدون وثائق ما محافظتش، كاينه غير الملكيه موروثه على الاجداد ولو انها مقسومه، ولكن ديك القسم اللي دايره قسم استغلال يعني غير بيناتهم كفلاحه. كما كتعرفوا المنطقه ديالنا كانت منطقه يعني عندها غير الارض كاينه غير الملكيه، ملي كتمشي يعني عند المؤسسات البنكيه ولا باش على اساس انها باش تحصل على الكريدي كيكون عندنا هذا الاشكال، ولو ان كيبغي ديك الابناك كيبغيو يعني يتفاعلوا مع هذا المشروع وكيبغيو يتفاعلوا مع هذا الفلاح على اساس انه باش يدخلوا معاهم في الاستثمار انه يعطيهم كريدي، عندنا اشكال ديال هذا المشكل ديال الارض ديال المحافظه. ملفات الدعم الفلاحي التي يتم إيداعها بالمديريات الإقليمية للفلاحة والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي تمر عبر 5 خطوات قبل الوصول إلى مرحلة صرف الدعم، وتعددت الأنشطة الفلاحية التي استفادت من هذه العملية كالتشجير مثل غرس الزيتون والرمان وتربية الماشية وشراء المعدات الفلاحية. كما تعلمون فقد تم إحداث صندوق التنمية الفلاحية منذ سنة 1986، وفي إطار مخطط المغرب الأخضر يتم
إيداع ملفات الدعم الفلاحي لدى المديريات الإقليمية للفلاحة ومراكز جاوية استثمار الفلاحي، حيث تتم هذه العملية عبر 5 مراحل. يتم من خلالها إيداع الملفات الخاصة بالدعم لدى المصالح المختصة لوزارة الفلاحة، ثم تنتقل اللجنة إلى عين المكان قصد معاينة إنجاز الأشغال، ثم يحدث هناك قرار يتخذ قرار لمنح الدعم للفلاحين، ويتم بعد ذلك في مرحلة أخيرة صرف الاعتمادات الخاصة بهذا الدعم. دارنا التجار في 2017 من طرف وزارة الفلاحة، المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية اللي داروا معنا، ومع داخل المشروع ديال الهيدروفلاحي ديال مع واد المشروع هذا داخل المشروع ديال الهيدروفلاحي ديال السقه، ومع ما وصلناش الماء معزل ما تكون تمت الاشغال ديالو، كانت الاداره زادتنا عام ديال السقه، راه تما ان شاء الله يربي هذه السنه هذه تطلق الماء ونكونوا مرتاحين. والفلاحه انا فرحاني بهذا المشروع هذا 67 هكتار ديال الرمان، هي داخله في المشروع ديال الاتفاقيه اللي دايرها الجمعيات مع المديريه الاقليميه ديال وزان 600 هكتار تقريبا، دابا دارت منها تقريبا 350 هكتار اللي تزرعت دابا، الباقيه ان شاء الله يا ربي غدار في الغريب العاجل ان شاء الله يا ربي غتكمل المشروع ان شاء الله يا ربي، مع موعدنا ان شاء الله يا ربي غيعطيونا تريغو باش نتمنوا المنتوج ديالنا ان شاء الله يا ربي. وقبل سنتين تم إطلاق خدمات جديدة بخصوص التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بهدف تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين. واستفادت عملية التحفيظ الجماعي من هذه العملية أيضاً. مؤخرا أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خدمات جديدة فيما يخص التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، حيث يمكن طلب الشواهد العقارية والتصاميم وحساب المساحات بطريقة إلكترونية أي عن بعد، يتم الطلب والأداء عن بعد، ويمكن الحصول على هذه الوثائق بطريقة مؤمنة وبطريقة سهلة وسريعة. بالنسبة للتحفيظ الجماعي يمكن كذلك للمستفيدين في الميدان الفلاحي من طلب شواهد الملك والتصاميم التوبوغرافية وحساب المساحات قصد إيداع رخص بناء المنشآت الفلاحية والاستفادة من الترخيص عبر منصة الرخص المعمول بها في الجماعات الترابية للمملكة. تحفيظ الأملاك العقارية خاصة الفلاحية يساعد بشكل أساسي في حصول الفلاحين على قروض بنكية لإنشاء مشاريعهم الخاصة وعصرنة الأدوات الفلاحية من خلال الاعتماد على المكننة، هذا بالإضافة إلى تطهير العقار وتصفيته وجعله قابلا للاستغلال أو البيع. باغي نسلف باقي عندنا نصاغبوا الوريقات ديالنا وباغي نطمعوا بحال هكا نهوم نسلفوه. هذه راه الحمد لله اللهم لك الحمد دابا سهلت الاموريه، لو امتي لا التسليف غتسلف، امتي لا شي حاجه راك عاد اللي بغيتي تبيع القرض طرف القرض ديالك عاد بيعه ساهل والحمد لله اللهم لك الحمد. بالنسبه للتحفيظ مزيان على حسب كي يحميك من هذا كل اي حاجه من معصدع المشاكل مع الحدود مزيان، وعاد البنك الا بغيتي دير شي حاجه شي مشروع بغيتي ديرو الا ما كانش التحفيظ ما كاين لا مشروع لا والو، ايوا مزيان 100% مزيان التحفيظ. التحفيظ الجماعي هو تطهير الارض من المشاكل بصفه نهائيه، ما كتبقاش المشاكل ما كتبقاش حتى شي حاجه، كل واحد كيعرف الارض ديالو فين هي، كل واحد بدون المشاكل، واحد بغى يستافد من الكريدي كيلقى، بغى يستافد من الماتريال ديال الفلاحه وهذاك الشيء كيلقى، كتبقى الدوله كتدعمه وهذاك الشيء بان عنده الارض محافظه الارض ما فيهاش مشاكل، وكتفك بزاف ديال الحوايج على بالنسبه للفلاح، وكيستافد حتى بالنسبه حنا حاليا دابا عندنا حاليا حنايا
بالنسبه لهاد الناس الملكيه، الناس اللي عندهم تحفيظ، الناس اللي عندهم التحفيظ، انا واحد من اللي عندي التحفيظ، انا عندي التحفيظ ديالي، الناس اللي عندهم التحفيظ كيستافدوا مباشره بلا ورقه ديال المقدم، لا ورقه ديال السلطه، لا شي حاجه، يعني عندك ارضيه محفظه يعني اوتوماتيكمون كتستافد. يكتسي التحفيظ العقاري الجماعي اهميه بالغه، ويشكل إحدى المصادر التي تعول عليها الدولة لتعميم التحفيظ داخل المناطق القروية، بحيث تسعى دائماً إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري من خلال اعتماد أنظمة متعددة. ويتميز هذا النظام بالمجانية والعلنية وجماعية المسطرة وإمكانية الحصول على شهادة التملك في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على الوثائق اللازمة لتقديم مطلب التحفيظ، بالإضافة إلى قلة المنازعات التي يمكن أن تتخللها، هذا إلى جانب أن عملية التحفيظ الجماعي تمثل إحدى آليات مخطط المغرب الأخضر.